لوك جونسون، صحفي إنجليزي يكتب عن أخبار التكنولوجيا. كانت حياته طبيعية طالما هو بين أوراقه وخلف مكتبه، لكن لما يتعلق الموضوع بالسفر بالطائرة كان يبكي وكأنه طفل صغير، لأنه كان يعاني من فوبيا الطائرات. وفي يوم من الأيام سمع لوك أثناء تغطيته للتقنيات التكنولوجية الجديدة عن علاج للفوبيا باستخدام تقنية الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي، فقرر أن يجرب هذه الطريقة علشان يكتب مقال عنها. لما راح للطبيب قال له بأن بيعمل له جلسات تعتمد على مخاطبة اللاوعي في داخله. وبعد أسبوعين أنهى لوك المرحلة الأولى من العلاج ليبدأ المرحلة الثانية والأخيرة في منزله باستخدام نظارة الفيرتشوال رياليتي. وبعدها بأسبوع اضطر يسافر لحضور مؤتمر في برلين، والمفاجأة كانت أنه لأول مرة في حياته قدر لوك أن يتغلب على خوفه وتوتره. قصة الصحفي لوك تحكي كيف ممكن للفيرتشوال رياليتي أن تعالج مشاكل الحياة الحقيقية، ولكن ماذا لو وصلنا إلى مرحلة ما نميز فيها بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي والأشياء المضافة لواقعنا عن طريق الأوغمنتد رياليتي؟ أكيد الآن حد ممكن بيسأل شو الفرق بين الفيرتشوال رياليتي وأوغمنتد رياليتي؟ قد حد يظن أن الفيرتشوال رياليتي فكرة جديدة، لكن الحقيقة أنها مش كذلك. في عام 1939 ظهر هذا الاختراع، حد منكم أكيد يذكره، اللي هو من جيل الطيبين، جيلي أنا اللي كنا يعني أطفال في الثمانينات. هذه كانت إحدى ألعابنا مع الأتاري واسمه ستيريوسكوب، وكانوا الناس اللي يرجعون من العمرة والحج يجيبونك هدايا، وهو عبارة عن صورتين متطابقتين تشوفهم كل عين بشكل منفصل، فتعطي إيحاء للشخص أنه قاعد يشوف صورة بالثريدي. بعد اختراع ستيريوسكوب ظهرت الكثير من الاختراعات والأجهزة، بس أغلبها كان مكلف وغير عملي. لكن مع تحسن وسائل العرض في الهواتف أو في الشاشات أو هذه وحدة الرأس، أصبحت الصورة حقيقية لدرجة أنك لو تشوف قطار يقترب ناحيتك في هذه العدسة راح تتلخبط وتقفز من مكانك. لا تقول لها هالشيء غير صحيح، لأن عالم الفيرتشوال رياليتي مختلف تماماً، ففي داخله تبدأ حواسك وتصوراتك لأشياء من حولك تتغير تماماً. والمضحك أن هذا هو اللي سووه جمهور أول عرض سينمائي في التاريخ منذ أكثر من 100 عام، لما قفزوا من أماكنهم يوم شافوا قطار يتحرك على الشاشة في اتجاههم. أما اليوم فالعلماء ما اكتفوا بعرض الفيلم أو اللعبة في التلفون، بل علشان يخلون الـ VR قريب جداً من الواقع شو سووا؟ قاموا بتصميم مجسات تلبسها في يدك فتظهر لك في الفيديو اللي تشوفه، يعني بتشوف في الفيديو يد تتحرك تماماً مع حركة يدك في الواقع. لكن هذا بسيط، فالقادم أغرب. العلماء أرادوا أنهم يضاهون الواقع حد التماهي، ففي عام 2016 أعلنت شركة تسلا عن تطويرها لبدلة تلبسها وفيها حساسات تخليك تشعر بأي لمسة أو ضربة تصير في فيديو الفيرتشوال رياليتي اللي قاعد تستخدمه. فمثلاً قد تكون تلعب ملاكمة، ولما يضربك الخصم تحس بالضربة في نفس المكان في جسمك الحقيقي، وحطه في البدلة خاصية أنك تضبط مستوى الألم قبل ما تبدأ اللعب. أما الأغرب من كل هذا حقاً فهو المحاكاة اللي سواها العلماء باستخدام هذه البدلة لعناق بين شخصين تفصلهما عن بعض قارة وعشرات الدول، والمفاجأة بأنهما شعرا بالعناق لدرجة تقترب من الواقع. هل بتتخيلون كيف بتتغير حياتنا في السنوات القادمة؟ اللي انتظرناه طويلاً بيكون واقع قريباً. هناك فريق علماء في الجامعة الوطنية بسنغافورة قام بتطوير جهاز إلكتروني يعطيك الإحساس بأطعمة مختلفة تماماً مثل إحساس التذوق عن طريق محاكاة ليس فقط لنقاط التذوق على اللسان، بل دمجوا ذلك مع تقنية جديدة لمحاكاة حركة الفك. إذا حسينا بالضربات وتذوقنا الطعام، شو ينقصنا علشان يكون الواقع الافتراضي مثل الحياة اللي احنا نعيشها اليوم؟ تعرفون شو؟ درجة حرارة الرياح. حد بيقول معقول يعني؟ نعم معقولة. هناك فريق علماء من جامعة سنغافورة طوروا نظارة VR، فأصبح من الممكن أن يحس الواحد بالرياح عن طريق مروحتين تقومان بتوزيع الهواء على الوجه
بنفس طريقة الهواء الحقيقي. تصوروا السؤال الآن، كيف تعمل هذه التقنية؟ اكتشف العلماء أنك لما تزيد سخونة الرياح عند منطقة معينة في الرقبة، شو اللي يصير؟ يشعر الجسم كله بالحرارة بسبب الأعصاب الموجودة في هالمنطقة. فيعني لو يمشي الشخص في الفيديو اللي في النظارة في مكان حار، بيحس بالحرارة حتى لو كان هو أصلاً في مكان بارد. تخيلوا، وحالياً يعمل العلماء على تطوير أقطاب كهربائية علشان نشم الأشياء اللي نشوفها في الواقع الافتراضي. تخيلوا كيف بتكون الحياة عندما يحاكي الواقع الافتراضي كل حواسنا. هذا التطور الكبير اللي صار في الفيرتشوال رياليتي ساعد في تطوير الكثير من المجالات. ففي البداية كان الاستخدام الأكبر للفيرتشوال رياليتي في مجال الطيران، وبالفعل الآن لا يوجد طيار مدني أو حربي في أي مكان في العالم ينهي تعليمه دون التدرب داخل وحدة عالم افتراضي، اللي حلت مشكلة نقص الخبرة العملية للطيارين الحديثين عن طريق تدريبهم على سيناريوهات مختلفة تجعلهم أكثر كفاءة وبدون أخطار. تطبيقات الفيرتشوال رياليتي كثيرة، منها ما تقوم به شركة اسمها فليكستك. هذه الشركة تصمم بيئة افتراضية وتدرب فيها الجنود على الأسلحة وعلى بعض السيناريوهات المحتملة في المعارك. هذه الشركة من عملائها وزارة الدفاع البريطانية وغيرها من الدول اللي اكتشفوا أن تدريب الجنود افتراضياً يرفع من كفاءتهم القتالية. الأطباء أيضاً يتدربون الآن في الكثير من المستشفيات على تشخيص الأمراض بل وتنفيذ جراحات كاملة باستخدام الفيرتشوال رياليتي. مستشفى ميامي للأطفال مثلاً تحسنت قدرة أطبائه في الاحتفاظ بالمعلومات الطبية بنسبة 80% بعد أن كانت 20% خلال عام واحد فقط من بداية تدريبهم باستخدام تقنيات الـ VR. تعرفون ليش؟ لأن المحاكاة في العالم الافتراضي تكاد تكون مثل الواقع تماماً، وهو ما لا يمكن تحقيقه في التدريب النظري أبداً. يعني الجراح المتدرب قام يسوي عمليات في الواقع الافتراضي وكأنها حقيقية، بينما قديماً كان فقط يراقب الأطباء المتمرسين ويبدأ يتدرب بحذر شديد حتى لا يزهق أرواح المرضى. في عام 2016 قامت شركة فريم ستور بتنفيذ فكرة لشركة لوكهيد مارتن لاصطحاب طلبة من مدرسة واشنطن إلى المريخ، لكن مش في الواقع بل بشكل افتراضي. قامت الشركة بتحويل شبابيك الحافلة لشاشات تعرض مناظر من المريخ باستخدام الفيرتشوال رياليتي بينما الحافلة تسير، لكن اللي قاعدين في داخل الحافلة ما ينكرون بأنها تسير في المريخ، ووضعوا شوارع المدينة على كوكب المريخ بحيث كلما انعطفت الحافلة شاهد الأطفال منظرا جديدا في المريخ. وأثناء سير الحافلة استمتع الأطفال برحلة كاملة في بعض مناطق المريخ وشعروا كأنهم ذهبوا إلى هناك فعلا. الدنيا غريبة، لما كنا صغار كنا نسير مصنع المعكرونة، واليوم الطلبة وهم صغار يسيرون المريخ. طيب أكيد حد منكم بيقول الآن عرفنا الفيرتشوال رياليتي، ولكن ماذا عن الأوغمنتد رياليتي أو الواقع المعزز؟ تقنية الأوغمنتد رياليتي تستخدم لتشوف عيونك الآن وتضيف عليه أجسام أو أوبجكت، لكن كيف؟ البرنامج يقوم باستخدام كاميرا لتحليل الصورة أو الواقع أمامك، وبعدين يقوم برسم صورة فوق صورة الكاميرا، فيطلع لك أشياء مثل طوق حول رأسك مثل فلاتر سناب شات أو لعبة بوكيمون جو اللي في 2016 فقط كانت إيراداتها مليار دولار تقريبا. الثورة اللي صارت في مجال الواقع المعزز Augmented Reality أساسها تطور الذكاء الاصطناعي اللي صار اليوم قادر على التعرف على الأشياء حول الإنسان، سواء كانت طاولة أو حائط أو كرسي، وبعدين يقوم برسم جرافيكس فوق هذه الأشياء. يعني مثلاً إذا مثلاً أنت تبى تلعب سوبر ماريو، فشو اللي يصير؟ بيطلع لك ماريو في الغرفة وبعدين بيلعب معك، يمكن يسولف معك في المستقبل، بس هذا كله لما تحط النظارة. اللحظة اللي تشيل النظارة فيها يختفي ماريو وباقي الشخصيات. فتصور أنك أنت تسافر، تروح المكتب، تروح البيت،
وتروح تعمل رياضة ومعاك الشخصيات اللي حبيتها طول حياتك. وهناك شركات بدأت تستخدم تلك الخاصية، منها آيكيا اللي طرحت تطبيق في الهاتف يخليك تركب الأثاث في بيتك وتغير الديكور وتختار الأحجام والألوان اللي تناسبك، ومن ثم تشوف النتيجة النهائية على هاتفك مباشرة دون الحاجة إلى مهندس ديكور. الأوغمنتد رياليتي بيكون هو المستقبل لأنه عملي جدا في استخداماته. يعني مثلا لو حبيت أنك أنت تشوف شكل بيتك الجديد اللي تبغى تغيره تماما، فما عليك إلا أنك أنت تستخدم الاي ار. حبيت أقول كيف يعني؟ تصور بيتك بالفيديو وبعدين تركب عليه الصبغ الجديد تماما والديكورات الجديدة وكل شيء تبغى تغيره، حتى الأثاث بتشوفه في داخل البيت وبحجمه الحقيقي، ولكن قبل لا تشتري. في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك يمكن للزوار أنهم يوجهون هواتفهم ناحية هيكل عظمي لديناصور فيشوفونه وكأنه حي أمامهم. وفي متحف كليفلاند ميوزيوم أوف آرت يمكن للأطفال أن يقفوا أمام شاشة ويرسمون لوحة كاملة، أو أنهم يصنعون ويلونون فخاريات باستخدام تقنية الأوغمنتد رياليتي. في العام الماضي نزل جهاز اسمه مايكروسوفت هولو لينز، وهي نظارة يرى البعض أنها بتغير عالمنا كما غيرته الهواتف الذكية. يعني مثلا تخيل أنك أنت قاعد في البيت وتشوف مباراة، في الوقت نفسه فاتح موقع إلكتروني وتقرأ الإيميل. كل هذا بيصير بدون لابتوب ولا تلفون، أنت فقط قاعد تنظر أمامك. خلنا نأخذ حالة مهندس معماري مثلا. المهندس قاعد يشوف مباراة وبعدين بحب مثلا أنه هو يعدل شيء، فحرك الشاشة وطلع 3D للبناية اللي هو قاعد يشتغل عليها، وبعدين بدأ يغير شكل البناية وألوانها. كل هذا صار بدون لا قلم ولا كيبورد، بيده فقط. وهذه فقط البداية، اللي يعني هالنظارة ممكن تعمل أشياء كثيرة أخرى غيرها. وهالتكنولوجيا بيصبح الكمبيوتر المحمول في عيوننا ومن حولنا في كل مكان. لما أسمع أو أقرأ عن هذه الاختراعات التقنية أقول معقولة العالم صار يتطور أسرع من الإنسان، رغم أن الإنسان هو اللي يطور هذه العوالم، لكن يبدو أن تطبيقات التقنية الحديثة صارت أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. بس في كل الأحوال، سواء كنت سريعاً في التعلم أو ما تحب أنك أنت تجرب أشياء جديدة، فتحتاج أنك تتعلم المرونة في حياتك وفي تفكيرك كذلك. تعرف ليش؟ لأن عالمك بيتداخل مع العالم الافتراضي. يمكن بيجي يوم وما بتقدر أنك أنت تفرق بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، فشو بتسوي؟ أنت عايش حياة سيئة تعيسة، بس هالتقنية بتخليك تصمم حياة جديدة مختلفة فيها كل أحلامك وطموحاتك، فبتنتقل وبتعيش فيها وقد تكون جميلة، لكن تذكر أن ذلك العالم سيبقى افتراضيا. هي لحظة الكشف